صباح النور الخوت، كي صبحتوا بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال، الله يحفظكم ويحفظنا ويحفظ الجميع ان شاء الله. بالنسبه للمكان الخوت اللي كنحطوا فيه الماكله هو هذا. اليوم راه نهار جديد وفيديو جديد باذن الله، وما كاينين جوج حجرات، كاينه هذه هذه الحجره وكاينه هذه الحجره الخوت. الا شفنا هنايا نجيبوا هنا غادي نلقاو الاتاك ديال الرجلين ديال الحمام. ها هما اصحاب الاختصاص، الناس اللي كتولع. شوفوا الخوت هنا الرجلين ديال الحمام كاينين هنا الاثار، شفتهم ها هما، هذا الاثار ديال الرجلين الخوت ديال الحمام. وكيف العاده ان شاء الله غادي نعطيهم حنا باش معلمين بهاد الحجرات. وسولت واحد الاخ هنا قال لي دابا راه باقي الحاله الخوت، غنوريكم شحال في الساعه، حيت سولت واحد الاخ قال لي قال لي كيهبط الحمام هنا، كيهبطوا هنا يعني. دابا هاد الحمام الخوت راه ما كاينش اللي كيعطيه انا. يلا خرجت من العمل السبعة وأقسم اليوم 25 يوم الجمعة، فوندرودي إن شاء الله بإذن الله، فوندرودي هي الجمعة. كيف قلنا الخوت هنا هاد الماكلة هادي غادي نديرو لهم هنا واحد شي شوية بحال هكا، ماشي شي شوية، خصني نعطيهم الخوت لأن مساكن هاد الحمام، هاد الحمام الخوت مكاينش اللي كيعطيه أنا. غادي يبداو يضربو يضربو، شو تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك، كيف قلنا اللهم بارك. أنا الخوت وهذا غادي نديو للسوق ان شاء الله، سوق الكلب. زيدو من واحد شيء هانا، هذا الشيء اللي بقى لينا الخوت، غادي نديو للسوق الكلب ها الماكله. ها هي باينه، غادي يجي الحمام دابا نيشان، غادي يهبط هنا باذن الله. يلا تحياتي لكم، الله يرحم لكم الوالدين، ونجدو الخوت الطريق ان شاء الله الى المنزل. بالنسبه للعجله هي هذه، دابا حنا راه خارج نطاق العمل الخوت، راه ماشي وسط الخدمة، حنا على برا في الشارع العام، نتواجد في الشارع العام. البومبا الخوت اللي خديت هي هذه البومبا، والمسائل كاع ديال البياس هكا نحطو دابا هاد البركة هنا إن شاء الله. يلا الخوت تحياتي لكم، الله يرحم الوالدين، ونتلاقاو ديريكتوم ونتلاقاو في سوق الكلب الخوت بإذن الله. يلا تصبحوا على خير، الله يرحم الوالدين. السلام عليكم ورحمة الله الخوت، بتاريخ اليوم الحميمات بانوا لي باقيين تياكلو الماكلة ديال البارح اللي مكلي عطيتهم، والله أعلم. أنا الخوت التاريخ ديال اليوم 8 اليوم 25، هاد الأكلة غادي نمشي نعطيه اليوم واخا غادي يطيرو، مكاينش الإشكال. هادي هي الماكلة اللي جبت لهم إن شاء الله اليوم، وإنما داكشي اللي بان ليا الخوت لهيه راه الماكلة ديال البارح هي اللي كياكلو، الله أعلم. هاهم هاهم، دخل 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 دخل، خصني نولف اليوم، دخل 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 تماما، يمكن الماكلة ديال البارح الخوت يا مي الله كياكلو فيها. دخل 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 دخل، ها ما غادي يجيو، غنشوف واش الماكلة ديال البارح ولا لا فيها الشعيرة. الماكلة ديال البارح الخوت اللي عطيتهم البارح اما يلاه غادي ياكلوها. ها انتوما غادي تجمعوا دابا على الاكل، ها هو تبارك الرحمن، ها ما غيتجمعوا هما الخوت. والجو راه اليوم ممطر بحال مغيم، الجو كيف كنقولوا الخوت مغيم، ما غادي يهبطوا لانه منقبوا واحد النقيبات. هاد الميكرا كنخليها الخوت، ها ماما ها هي البدعيه البدعي، هادي سيفيانوس الخوت من يقير حبه، خلينا نتولعوا واحد شويه عاد نمشي في حالي المنزل. اما غادي يدلاو دابا لانهم كلاو، لانهم كانوا كينقبوا الخوت يعني ضروري غادي يهبطوا دابا باذن الله. حنا غادي نبقاو قريب، ها هي البياسه هبطات تماما، ما يدوا دلاو اللي قلنا الخوت، البياسه هبطات، ها الثانيه هبطات، بدعيه زويونه بدعيه. كيف قلنا بدعية البياسة الثانية، تبارك الله غيتقرعو كيف ما قلت لكم الخوت، سمحوا لي غادي يتقرعو الصحيمي، هما غادي يبداو يدلاو بإذن الله. هي بياسة أخرى هي هابطة بيضاء، ها البياسة الرابعة، جوج ربعة خمسة، الخامسة، الخامسة، ها هي السيفيانوسة الخوت هي اللي هبطت دابا، السيفيانوسة هي هي هادي. شوف الخوت هذيك سيفيانوس راهي اللي من لهيه الله اعلم ديال من، ومن يقير حبه تبارك الله، من يقير حبه كان عليا شتت لهم الماكله الخوت باش ما يدابزوش عليها، كان عليا شتت لهم الماكله باش ما يدابزوش عليها. داك السحمي كيجري على القرطاسيه الاخرين الخوت كيهبطوا ان شاء الله، هانتوما السحمي شتو كيجري على القرطاسيه، الحمد لله. ها باقينا الخوت ثلاثة راهم فوق البوطو اللي من اللي ثلاثة،
وكيف قلنا الجو اليوم الخوت مغيم حيت راه عاطين واحد شويه ديال الامطار. الى جينا نشوفوا الخوت لهاد النواحي هادو، شوف السما كي دايره تبارك الله، شوف السما الخوت، الله يرحمنا يا ربي تعطيه على قد النفع، يا ربي تعطيه على قد النفع. شوف حتى هنايا الخوت السما مغيمه، تجي الناحيه ديال فاس ومكناس والخميسات وهاد النواحي هادي 100% عندهم الامطار. ها الشاطو الخوت ديالنا، الشاطو الحميمات راه مخلوعين. يلا الخوت نخليو الحميمات يقصيو في خاطرهم، السحمي راه طار ومشى البوطو الثاني اللي ملهيه. يلا القرطاسيه مسكينه غتاكل في خاطرها، هي جات الماكله هي كتاكل ولله الحمد. الخوت القرطاسيه كتاكل الحمد لله. يلا الله يرحم لكم الوالدين. وقضيه اخرى الخوت، بالنسبه للولد اللي كتبت لكم بانه ضاع ليا، راه جا البارحه الخوت الله العظيم الا جا، هو نفس الولد داك الدفيلي اللي فيه في شويه ديال هذيك سيفيانوسه زوينه الجرانيه الخوت، شتوها هادي اللي على يدينا اليسر من قاع الحبه وانتيوا زويونه. كيف قلنا الخوت داك الولد راه جانا الحمد لله، هو داك الوليد اللي فيه شي شويه البيض في الجنح ديالو، سلاله واعره باذن الله، راه الحمد لله راه جا البارح. يعني هذاك ما قلتليش كنخاف عليه، باقي ليا خمسه خصني نرصيهم. يلا تحياتي لكم، الله يرحم لكم الوالدين. نمشيو الخوت نتلاقاو ان شاء الله في المنزل يوم الجمعه كيف قلنا. هيا بياسه اخرى هابطه، حمام اخرى هابطه، ها الثاني هيا وحده اخرى الخوت هابطه، هما بداو يهبطوا، بقات حمام اخرى هي غتهبط الخوت، هيا غنتبعوها من هنا. هذه هي غتهبط دابا، هاهي هبطات. يلا نخليهم ياكلوا ونمشيو حتى حنا اليوم الجمعه الخوت ان شاء الله، ما غاديش نطلع هذا الصباح، هذا غادي نمشي ديريكت ونعس ان شاء الله، ونتلاقى من مور الجمعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الخوت عدنا لكم من جديد باذن الله، وجمعه مباركه كما اقول دائما ولله الحمد. اليوم الجمعه باذن الله، توقيت الخوت هذه شوفي التوقيت جوج لا 3 و 13 دقيقه، هذه الثالثه يعني 15 و 13 دقيقه. كيف قلنا الخوت راه مازال البداله، ها هي مازال البداله كاينه الريش، اجي تشوفوا هنايا. بالنسبه للخوت الحمامه واحد سويف صغيره الخوت هو ديال شي شنبو، هنايا عاوتاني واحد الريشه عاوتاني هي ديال الديل على ما اظن، بنت ليا كحله هذه ديال الديل الخوت ديال الديل، ها جي تشوفوا هنا. ها واحد الريشه اخرى، ها هي ريشه اخرى شفتوها الخوت، هذه ديال الوسط، وها الريش الرقيق فين مجموع هنا في الماء حيت كاين الماء هنا تجمع هنا. دابا ان شاء الله غادي نشطبوا الخوت. بالنسبه لذاك الولد اللي ضاع لينا البارح، اللي قلنا ضاع لينا البارح، الحمد لله راه رجع، انه كان مشى صافي تخلعت عليه ما نكذبوش على الله، لانه طار تبارك الله. الا هو داك اللي فيه شويه ديال البيضه الخوت اللي خليت والديه مبيضين، وسلاله زوينه هذاك ديال الديكلاراسيون، اعز ماشي أعز تقريبا نقدروا نقولوا اعز حمام عندي والله العظيم. بحال هذيك الحميمه ما نبغيهاش تضيع عليا، غنتقلق وغادي نبرد، هذا ما كان. يلا الخوت ان شاء الله غادي نشطبوا باذن الله، هو الاول نحيدوا غير شويه ديال الغبره وشويه ديال هذا، ولنا لقاء الله يرحم لكم الوالدين. دابا غادي نديرو هاد زيت الثوم، ها هي باقا صفراء يعني باقا مزيانين ان شاء الله. زيت الثوم حيد هاد الريشه، الريشه الخوت راه عاد ولا كيزيد كثار، غير اللي ليكون في العلم الخوت هادي راه كت بالنسبه للحلبه وبالنسبه لهاد الثومه الخوت والزيت وهذا راه كيسرع البداله، غير واحد القضيه. دابا الا لاحظنا الخوت راه البداله عندنا البداله عندنا سريعه، حنا ما علينا الخوت، غادي نديرو ان شاء الله الزيت والثوم، وغادي نديرو هادي شنو كيقولوا ليها شنو تيقولوا لها؟ لا ماشي الحلب هذا، البودر الروج الخوت ان شاء الله، ها هو اجي طلعوا عليه نوريه لكم، باش غادي نقوموا بديك العمليه ديال تسريب الفيديو، غادي نجربوها الخوت. البودر الروج هو اللي غادي نديرو ان شاء الله، حنا غادي نعريوه. يلا الخوت حنا غادي نحركوا وحنا معاكم، يلا تبدأ
الميمات خايفين من الفوقيه اللي لابس، من هذه اللبسه اللي لابس، ما عمرهم شافوني بها، ما عرفونيش. دخل 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 دخل. بالنسبه للاناث الخوت غادي نطلقوهم ضروري يطيروا ان شاء الله. مالك ماشي دابا القراءه؟ تاني تيبغيو يهبطوا الخوت الولد، هو غادي نطلقوا الولد معاهم. هذا هاد الولد هذا هو اللي قلت لكم تلف ليا البارحه، هو تبارك الرحمن. هذا هو، هذا هو الوليد الخوت اللي مشى البارح ورجع. ها اللي كيف قلنا هو فيه ابشر في واحد السيفه الخوت هنا فيه البيوضيه، وهنا جيت الديل ديالو هنا فيه شويه البيض. ها هو جيت الديل ديالو هنا فيه شويه البيض. شنبور زعما، اللهم بارك، شنبور غزال غادي. آه المجبج، نسيت الخوت المجبج، راه طالقو مع الإناث. هو هذا خشي راسك، خشي راسك باش نشدك. ها هو خشي راسك المجبج، كنطالقو مع الإناث. الخوت راه المجبج، ها نتوما البدالة راه بدا كيبدل. شوف هنا ها البدالة الخوت، شتوها البدالة راه بدا كيبدل الظهر ديالو، إن شاء الله غادي يبدل. هانا راه مطيح، مطيح السيوفة بزاف هذا المجبج، راه طالقو مع النتيوات. دابا إن شاء الله على بركة الله سير بنيتي لي، وغادي نطلق معاهم داك الولد الخوت كيف قلنا جديد، داك الصغير إن شاء الله بإذن الله. الحميمات غادي يطيروا، ونتمناو داك الوليد تا هو يطير معاهم، بغيتو يطير معاهم الخوت إن شاء الله. ها واو ها الوليد، ها هو وهذا الوليد الخوت، راه باقي صغير. سير سير نحاسية نحاسية، سيري نتيا البدعية، هو حشومة عليكم، نتوما راكم كبار خصكم تصابقوا دابا. سير 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 هادو خصهم يطيروا الخوت، ما طاروش راه كيمرضوني، لأن الخوت دابا الحمام كله خصو يطير، ما خصوش يبقى متكي ليا هنايا. الحمام راه خصو يتحرك دابا، راه بقيت كاين الخوت واحد الامطار صغيره رقيقه كاينه الشتيوه. هاهي البياسه هبطات، خاصهم يطيروا هادو ثلاثه د الحمامات، خاصهم يطيروا. شنو صافي قال لي تخلع غير شي حاجه اخرى هبطات، نحاسيه ولات كتخبط النحاسيه الخوت، لا زعما ما عندهاش مع الطيران، علاش الله اعلم. حنا نخرجوه حميمات بحال الا مخلوعين، نخرجوا داك الوليد عاوتاني، وكذلك ومثال داك الولد الخوت اللي كان ديجا طار لينا، نخرجوه دابا نيت. هادي كتجرب جني وحاتها باغا طير، خرجي والله بوك تخرجي، يلا بقيت تلعبي معايا كاتواش، خرجي نتمنوا الخوت كيف قلنا، نتمنوا هاد الوليدات يطير لصق معاهم. بالنسبه للوليدات الاخرين ان شاء الله الخوت انا نعطيهم دابا الاكل ديالهم، هاد الصغار هادو، لان ديما الخوت كنعزلهم كيف كنقولوا كنعزلهم، هادو خصهم يطيروا، هادو هادو خصهم يطيروا الخوت. سير 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 طيروا، طيروا 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 طيروا. ها هو طار الخوت، داك الصغير الخوت طار، واحد اخر يقول لي لا خطا ما تجريش على الحمام، لا بالعكس الخوت راه كاينه الحمامه خير دليل، وهو الشنبور. ها هو الشنبور، ها هو تبارك الله. سير سير شدي من ليه كيف قلنا خير دليل، هي ديك البدعيه اللي مشات ليا دفليا سيوفا بويض قرحات. ها هو الشنبور، ها هو شتو الخوت، ها هو ها هو شي فاطم زهره، ها هو جا، هو جا شو شو تبارك الله الخوت. ها هو الولد هذا من دوك الاولاد ومن دوك الاطفال، ها هو شتوه راه باقي ما رصاش، ولله الحمد، وان شاء الله يكون الخير الخوت باذن الله، لانه البارح مشى تلف ورجع الحمد لله، وان شاء الله غادي يهبط الخوت باذن الله. الحميمات جايين، بغيتي تدخل شو شو تبارك الله، بغيتو الخوت يتجمع معاهم. دابا اجي فاطمه الزهراء، اجي بنيتي،
الكوت نخرجوا هاد الوليدات هادو. دخل 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 كيف كتلاحظوا الوليدات راه باغيين يطيروا ان شاء الله. دخل 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 غادي نشوف هادو الخوت واش يهبطوا ليا الكبار. دخل 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 قال لي اخويا ابو عبيد شدادي من الراس ما نقدر ما تجيش ما تجيش هاكا بالوصول. دخل 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 اول وليده الخوت معاهم تبارك الله. لا لا ماشي هو. دخل 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 اول وليده هو. دخل 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 هو فاطمه الزهراء. هو جاي هو جاي هو جاي الوليد هو جاي هو داز فوق الدار والله العظيم الا داز فوق الدار. دخل 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 نحس هي هبطات. دخل 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 هو شنبور هبط الخوت شنبور هبط بوحدو. ها هو هو فوق سبوتنيك الخوت فوق سبوتنيك ولله الحمد راه من السماء لعند ديال الخوت الحمد لله. دخل 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 هو يدخل هو يدخل ولله الحمد غادي يدخل من الباب الخوت لانه باقي صغير كيف قلنا باقي صغير. دخل 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 كيلهات مسكين كيلهات. دخل 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 كيف لاحظنا الخوت الوليد راه طار بوحدو وهبط بوحدو الخوت الحمد لله. وغادي ندور الصيف هاد الوليدات الخوت شويه بشويه باذن الله. دابا جاي الدوق لذاك الطوبي محروق الخوت وسحمي اخوه باذن الله. ها هو خرج ها هو خرج ها هو فوق الباب. شوف شوف كيحلف امو الخوت صافي هو يبدا ياكل ان شاء الله. دخل 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 دابا الميه الخوت ان شاء الله كيف قلنا الماء عادي ما فيه حتى شي لعيبه كنعطيو الميه عاديه ان شاء الله. دخل 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 خل 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 طيب خل 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 دخل 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 ما نديرهاش حتى يهبطو تيدخلو. هادي الخوت هادي راه صغيرة خويا بو عبيد شتيوي ها نتوما ها الكبيرة وها الصغيرة هاهما بداو يهبطو. حلي الفمو مال الخوت كلشي حال فمو. هادي صغيرة وهادي كبيرة هاهما يهبطو ما يهبطو. دخل 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 خايفين من الطير. كيف لاحظنا الخوت كيهبطو شوية بشوية جوج بجوج وحدة بوحدة. دابا دابا غادي يهبطو إن شاء الله. دابا يهبطو خصها شي حمامة تفرفر غادي يهبطو. دابا يهبطوا. دخل 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 الحمام شبعان نقول نقدروا نقولوا الخوت الحمام شبعان لان كون كان جيعان كون راه يهبط ديك الساعه غادي يهبط. كون كان جيعان يهبط ديك الساعه. دخل 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 هاي وحده اللي هبطات ديال العام اللي فات باقي خضر 2023 اما الاخرين يهبطوا ان شاء الله باذن الله. دخل 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 ما بغاوش يهبطوا ما كاينش الاشكال خاصني نقص لهم الاكله الخوت. اما دابا في حقيقه الامر خاصهم يدلاو ما خاصهمش كاع يبقاو يدوروا لنا بحال هكا. والله المستعان الخوت كاين الطير كاين الطير على ما كنظن حيت في هذه الاجواء هذه اللي كتكون كتكون الغمام كيكون الغمام كيكون الطير الشاهين كيخرج الخوت. حمامه خرجت منه مرايه غدا
بدعيه الخوت خرجت منهم وغاده مشات نيشان الحي كريمه. الله اعلم واش ديالي ولا لا، الله اعلم، ما عرفت، الله اعلم. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، تسناو حميمه تهبطوا ونمشيو الخوت دابا ناكلوا الحمام الانتاج ان شاء الله. وتحياتي لكم. ايامات المطالق ان شاء الله، ايامات المطالق نبدا نقلز هنا وندير لها بحال هكا. انا وحده فاطمه الزهراء وحده. هنا غادي يقولوا والله العظيم هنا ان شاء الله الجيران قال لي طالعه شي وحده تنشار ولا شي حاجه، هنا غادي تسيني ليا غتقول لك جمال تسطى. ما عاد تشوفني نتكلم. والله حتى غادي يقولوا جمال تسطى. هرب ليا. شكون هو الفريخ؟ الخوت دابا ان شاء الله نمشيو نوصلوا حمام بالبروديكسيون، وانا معكم الله يرحم الوالدين. رشاشة فاطمه الزهراء. دخل 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 دخل. لا مش دابا من الوسط فاطمه الزهراء. ومن الوسط الوسط. يلا خرشي خرشي. دخل 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 دخل. صافي دخلوا كاملين. شوف اش هبط كل شيء. باقي شي حاجه طايره. تبارك الله تبارك الرحمن. صافي ما تخرشيش ما تخرشيش، لا تخرشيشي. ما هبطوا شي وحدين ياك. هاد البروديكسيون فاطمه الزهراء كياكلوا ليا بزاف، والله العظيم الا كياكلوا بزاف. والله بالله بالله بالله. كرشهم كبيره فاطمه الزهراء، كرشهم كبيره دل. خلط 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 خلط. خاصنا الخوت نولفو ليهم. خل 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 خل. باقي لنا جوج حمامات اللي باقيين في السماء، اللي هي النحاسيه. ديما كتعطل ديك النحاسيه الاولى، ماشي مولات الهاتف الاولى، كتعطل لي النحاسيه. ومعها شنبور اخر، يعني جوج حمامات الخوت. خل 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 خل. ما تحركيش بزاف. خل 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 خل. خل 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 خل. نتخدو كور تاهما ضروري نتولعو فيهم ان شاء الله. حميمات برودكسيون الخوت وكلناهم، بقالنا غير الشراب دابا، غادي نعطيهم يشربوا باذن الله بما يهبطوا دوك الحمامات. يلا تحياتي لكم، الله يرحم الوالدين. ها من حشاش باقيين جوج حمامات يمكن اللي باقيين. دخل 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 بلاتي. دخل 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 دخل. خاص تفلي دخل برزتها. بالنسبه للنحاسيه الخوت هي عاد هبطات، تبارك الله كتعطل هاد النحاسيه هادي. دخل 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 دخل. ندخلو الدفلي ان شاء الله. دابا كنشرب الخوت الحمام ديال الانتاج، راه اللي مطلقين في الارض كنعطيهم الشرابه ديالهم. وبالنسبه للحميمات الاخرين كنعطيهم الخوت يشربوا، هادو اللي مسدود عليهم الانتيوات اللي حبسنا، اللي عازلهم الخوت راه كنعطيهم يشربوا بوحدهم. هذا مكان. دخل 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 دخل. صافي ولله الحمد، الحمد لله الخوت راه دخلات الحمد لله. بركة الله الحميمات صافي كلاو، الله يجعل البركة. ندخلهم وغدا ان شاء الله الخوت من بعد ما غادي نصاوبوا الطوب النحاسيه راه ما غاتاكلش لانها تعطلات هذه، هاد النحاسيه. شوف تبارك الله الوليدات غدا هادو غادي يطيروا باذن الله. دابا الواحد الخوت راه طار ما خفناش عليه، هو اللي فيه داك البيض هو الكبير فيهم، وان شاء الله هادو ماجيين في الطريق. هادو غدا ان شاء الله غادي نتولعوا فيهم باذن الله. انا الزيونه الخوت هانتوما تبارك الرحمن. وكيف قلنا هادو راه ما كنتش كاع معول عليهم، هادو تلاقاو غب وحدهم، يجيب الله فيهم الخير. دخل اوليدي دخل. الحمد لله دابا الخوت على بركة الله الذكور اجبني تيل هادشي، على بركة الله الخوت ضروري نطلقوا الذكور بإذن الله. بحال شكيت الخوت باقي لي شي ولد الله أعلم، أنا شكيت وشك حرام.
دخل 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 دخل. الجوع شوف شوف الجوع الخوت شوف 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 الجوع شوف الجوع. دابا كل شيء يخرج إن شاء الله. يلا خرجوا خرجوا. يلا على بركة الله على بركة الله. زيد زيد يا فاطمة زيد زيد. خش 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 اما طارو القضيه الخطره مجبجه هنايا يعني كلشي طالق كيف قلنا راه كلشي طالق ولله الحمد. نتمنوا الخير هذا ما كان الحمد لله ربي كيعطي الخير. دابا الخوت بالنسبه للولاد راه كلشي دابا تقريبا رصا الوليدات ديالو اللي عنده شي شنيبره طرا رصاهم. وكاين واحد المعلومه الخوت الحمد لله الخوت الحميمات ولاو كلهم كيطيروا. حتى داك السحيمي واخا ما دخلش معاهم الخوت راه معزول بوحدو الحمد لله راه تبو ولا كيطير ولله الحمد. ها هو السحيمي بوحدو الخوت ها هو معزول بوحدو. شوفوا هذا ها هو جاي 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 ها هو هاهو هبط هادي لله الحمد الحمد لله الحمد لله هذا من فضل ربي. ستة وثمانين تمنية وعشرين قبلوا عليا الخوت قبلوا عليا والجيران قبلوا عليا الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم والجيران قبلوا عليا. عندكم في الوقيته ديال السباقات عاودني منكم هايا وقيته ديال السباقات غتبقاو تقولوا هذا هبيل ولا هذا حمق عاودني منكم واخا حتى شي ديرها على ود الحمام كنهبط بها الحمام كتشوف فيا واحد خيتي كتشوف فيا ولا لا تنهضر الخوت واحد خيتي هي كتصبن كتشوف فيا. دخل 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 شوفي في حضيني دخل 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 بلاش بلا ما نصورها ولي ما خصهاش عاوتاني تبقى تم العيالات تبدا العيالات الله يرضي عليكم واحد الميساج للعيالات الله يرحم لكم الوالدين اللي كتطلع شي سطح تصبن ولا كتطلع تنشر ولا شي حاجه الله يعاونها غير الله يرضي عليكم راه عندكم وليداتكم وعندكم رجالكم راه حشومه تبقاو تشوفوا في الراجل راه عيب راه حرام راه حرام والله العظيم حتى حرام. انا الراجل طالع حمق كاع نديرو حمق ولا كيف ما بغى يكون الا شو الشيء هذا قول الحمد لله ربي ما ابتلانيش وقلب عينك صافي غض النظر ما تبقاش عاطي تبقى دير بحال هكايا بقى حاضي في بنادم راه حشومه راه حشومه والله العظيم حتى حشومه. هادي هو الخوت والله العظيم بالله راه اليوم الجمعه الا كذبت عليكم ما تسمحوش ليا هاد السطح اللي هاد السطح اللي انفاس معايا انا دابا واقف هنا هاد البارابو غدا ولا بعدو نصور لكم هو فيه الغوص هاد السطح هذا المرا فيه وانا كنهضر والله ما عظيم ما شفتها. هما كيهبطوا ما يهبطوا هما يهبطوا كيف قلت لكم والله العظيم ما شفتها وهي راه كتشوف فيا وكتصنط ليا مع السطح هذا السطح يعني لدرجه ان الحمد لله حشومه وحشومه المرا انها تبقى حاضيه الراجل فهمتيني. دخل 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 حشومه المراه تبقى حاضيه الراجل تديها في راجلها تديها في ولادها فهمتي ولي تبقى حاضيه الرجال دعي عباد الله حشومه. دخل 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 اجي فاطمة زراجي دخل 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 زيد 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 اجي دخل 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 زيد يا بنتي زيد
خلط 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 انا الخوت الحميمات الحمد لله الخرشاشه غنبداو الفوالة شويه بشويه خلط 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 كيف قلنا الاكل غادي نخشوا لهم الخوت شويه الاكل ما غاديش نعطيهم داكشي بزاف خلط 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 خلي كاين شي حمامات نشوفو شي يدخلوا خلط 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 الحمد لله الخوت والشكر لله ولا اله الا الله والله اكبر واحد الميساج الخوت من عند واحد الاخ واحد المولوع هنا في مدينه سالا غادي نمشي نجلس لهي ونقدر نسمعكم الاوديو ديالو هذه هي اي حمامه بقات لي من تاو شيا شيا هذه اللي كانت بقات مع السحميه قلتها لك قلت لك راه باقا حمامه اخرى مع السحميه الخوت هذه بقات لي مع نتاوي هي هي عاد هبطات ها هي دفي ليا ها هي رديت ليها البال كيف قلنا الخوت واحد الميساج من عند واحد المولوع واحد الاخ سلاوي سلاوي مشاو ليه شي جوج ولاد وشكون اللي شدهم لي الله اعلم كيف قلنا الخوت راه حشومه يعني اللي كيعرف بان حمام ديال عباد الله خير دليل الخوت وهي الحمامه الحمامه اللي تشدت ليا النحاسيه اللي طلقت النحاسيه اللي طلقت ودرت فيها رقم ديال الهاتف ورقم الهاتف راه ما يتحيدش الخوت هي اختها هنا ياك اختها هي عندنا هنا باقي باقا بالرقم ديال الهاتف ديالها باقا بالرقم ديال انا نحيدو لها دابا الخوت ياك كنهضروا ما تقطعيش يا بنتي حنا غنشد انا نشدها ونحيدو لها قدامكم لان صافي الحمامه ولات كطير يعني ما نخافش عليها ما نخافش عليها يعني الخوت ديك الحميمه دابا اللي كيف قلنا الخوت بسم الله السلام عليكم ورحمه الله كيف قلنا هنا فين غادي ندخل نجبد لكم الصوت راه مشى ليا الخوت الصوت ضاع ليا تلفته لان قصت الميكرو بحال طفيته والله اعلم هادشي اللي بان ليا في الاخر كان شي عرب الاحمر حتى وصلت حتى قالت لي فاطمه الزهراء كنت كنهضر على الناس اللي كيشدوا الحمام والهضره العفويه الخوت راه ما كاينش بحالها هنا فين كنوريكم بان الحمامه النحاسيه اللي فيها رقم التليفون ما تحيدش منها يعني فينا هي الحمامه الاولى اللي كانت مشات ليا النحاسيه الاولى اللي كانت مشات ليا يعني تشدات الخوت شدوها وحتى واحد ما عيط مع العلم ان نفس الديكور اللي درت لهم خدمه وحده اللي درت لهم يعني نفس النمره لصقت لهم هنا فين غادي نبين لكم النمره غادي نحيدها من هذه الحمامه هذه وغادي نبين لكم بان النمره كانت شاده في الرجل اللي ذا الحمامه اللي مشات لي انا النحاسيه ديالي غتشدات وحتى شي واحد الخوت ما عيط علاش علاش ما عيطوش مع العلم ان المكالمه رخيصه علاش ما يعيطوش يقولوا خويا راه شدينا واحد الحمامه فيها هذا الرقم وهذا يديو اجر هادشي راه الدوام لله الخوت هادشي راه ما دايمش الحمامه شحال غادي يبيعها 1000 فرانك اشنو غادي يدير ب 1000 فرانك انا فين غادي نبين لكم النمره زعما راه النمره باقا مقيده مصبوغه ما محيداش يعني ما ممسوحاش متفقين هنا فين هنا هضرنا لان واحد الاخ الخوت من سلاني من سلا راه كانت مشاو لي جوج شنابر اللي مشاو ليه بيغان موف وغادي نسمعكم ان شاء الله الاوديو ديالو ماشي دابا بلاتي تنجبد التليفون هنا وغادي نسمعكم الاوديو ديالو مباشره مشاو لي جوج وليدات بيغان زورق وفيهم بيغان موف بيغان موف وفيهم طرطقات زورق وتا واحد ما بغى يقول لي راه ما عندي ولا هذا هنا الخوت هنا فين غادي راه حنا كنا الخوت كانت فينا هاد القضيه هادي في الصغر دابا المشكل كتلقى هنا يمكن فين كنهضر ما تعرف الله شنو كنت كنقول كاين كتلقى اناس ناس كبار في العمر كنهضروا غير على العمر لان الموت ما كيتعبرش بالعمر ولا بالسن الله اعلم كيف قلنا كاين ناس كتلقاهم الخوت كبار في العمر وكيديروا هاد القضيه فيهم هاد الفيس هذا كيشدوا ديال الحمام ديال عباد الله وكيدفنوه كاين اللي كيشدوا كيبيعوا كاين اللي كيشدوا كيذبحوا ياكلوا بحال فيه الجوع كاين اللي كيشدوا كيلعب بيه كاين اللي كيبغي يفرخ منه كيقول لك حمامه واعره هادشي راه حشومه الخوت نورمالمون خاص الانسان يفكر شي شويه كيف كنقولوا حنا بالدارجه واخا القوله راه ما كايناش كيقول لك شويه ربي شويه العبدو راه ما كايناش وانما هو يدير انا بغيتو يديرها هو يقول يدير هو القضيه ديال شويه ربي شويه العبدو انا ما بقاش يشد الحمام ديال عباد الله جات عندك حمامه اتصل بعباد الله قول لهم هي حمامه عندي ولا تلوحها في الجروبات كيف كيديروا بعض الاخوان راه حاليا الخوت سمعنا واحد المولوع والله اعلم انا كنقول الله اعلم يمكن من كازا من مدينه الدار البيضاء والله اعلم قال لك طلع للسطح يوكل الحميمات نزل مسكين مرض ولا ما عرف شنو داو للطبيب مول الامانه دا امانته وكيبان السيد صحيح والله تبقى فيا لا حول في الجروب الواحد ديال الموسم الرياضي انا بقى فيا داك السيد يعني راه الدوام لله الخوت راه هادشي ديال الولاعة عاود متاع الدنيا لا متاع الغرور الدنيا الخوت راه دايره بحال شي شيطان الدنيا الدنيا راه خطره كتلوحك غير في المصائب الخايبه
حنا ما خصناش نبداو نفكروا في الدنيا ونفكروا في المال ونفكروا في الفلوس ونفكروا في الحمام، نشدوا الحمام بعباد الله ونديروا داكشي. الخطر راه ما دايمش والله العظيم ما دايم. هو نتمنوا الخير، هذا ما كان نتمنوا الخير والتيسير لعباد الله كاملين، ونتمنوا ان الناس يفيقوا من هذه القلبه الخوت، يفيقوا من هذه القلبه هذه. انا راه يمكن اذان العصر واش اذن بنتي ولا مازال ديك الساعه؟ باقي ما اذنش يمكن. قصت الميكرو بكري. كيف قلنا الخوت بنادم يتقى الله فهمتيني، وانا معاكم حتى انا الخوت معاكم هنا، يمكن فين غادي نجبد غادي نسمعكم نسمعكم الاوديو ديال هذا الاخ هذا، غادي تسمعوه ان شاء الله وتسمعوا شنو تيقول انتم. السلام عليكم اخ جمال، هاني بخير عليك اخويا. انا اللي كنت سولتك على هذا السنابر، قلت لك طوب، سولتك على هذا السنابر قلت لك طوب يودف لي بيك انا موب طرات زورك. اي والله يرحم الوالدين اخي جمال. المهم تدرني في البال والله، يدي هاد الناس اخويا، الله يدي هاد الناس اللي تيشدو حمام عباد الله، صار اللي تيكون حمام عباد الله عارفينه وما تيبغيوش يقروا به الموالي، الله يهديهم اخ. الحرام مبين والحلال مبين، هذا ما كان. السلام عليكم. سمعتوني الخوت دابا، سمعتو شنو قال هاد السيد؟ دابا مشاو ليه جوج وليدات. دابا فين هنا الخوت فين غادي يأذن العصر؟ وسمحوا لي راكم ما سمعتوش العصر، انا خرجت الميكرو حطيته فوق الحيط على ود الله العظيم الا على ود صلاة العصر. هنا فين غادي يأذن صلاة العصر؟ هنا الأذان ديال العصر هنا غادي يأذن. راه خرج الخوت على برا، بنتي راه ما شداتنيش، نورمالمون خصها تبعني تشدني باش تعرفني فين غادي، ما شداتنيش. أييه ما شداتنيش البنت. دابا راه مشيت حطيت الميكرو فوق الحيط ودخلت وبديت كندير الخرشاشة هنا الخوت، بديت كندير الخرشاشة للحميمات، يعني كي بحال الا كان نمشي نجيب شويه ديال الماكله. دابا راه خرج نمشي نجيب شويه ديال الماكله باش بغينا نولفوا لهم الخرشاشه، لانكم عارفين انا دابا هنا يمكن فين داخل الخرشاشه باقي ما مولفينهاش مزيان هنا فين داخل شفتوا. تسنيت هذيك حتى تشرب داك الدكير، تسنيتو حتى يشرب. وكيف لاحظتوا الخوت دخلنا وغادي نبدا نخرشش لهم حدا ريوسهم، بحال غادي نصمكهم، غادي نبدا نخرشش لهم حدا ريوسهم. هانا سمع سمع، دابا راه يمكن ما كنهضر ما والو، الله اعلم ياك. ما كنتش كنهضر الخوت هنا، راه كنت سمك، كنت مكالمينه وكنخرش لهم حدا ريوسهم باش يسمعوا مزيان هادشي. خش 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 سا 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 هنا الخوت كنت كنخرشش ليهم. سا 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 دخل 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 انا قلت دخل 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 هنا الخوت كنقول لهم دخلوا كنخرشش لهم ولله الحمد، الحمد لله والشكر لله. كيف ما كان الحال الله الا شدتني الدوخه، بديت كنخرشش فم وشدتني الدوخه. كيف ما كان الحال الخوت الحمد لله، هنا كنت كنشهد سال الاذان ديال العصر هنا سال الخوت. خرجت باش نجيب الميكرو، هنا خرجت باش نجيب الميكرو والحمد لله كيف ما كان الحال. الامور الخوت لحد الساعه طيبه، وغدا ان شاء الله غادي يجي عندي خونا كمال الصبار، غادي نتفاهم معاه على ود داك الطابلات، نشوف شحال غادي تقاموا عليا نشريو داك العود ديال الطابله باش على ود الغبره وهذا. ونيت دابا وقيتات السباقات خاص يكونوا الطوب باش تكون نيطوايات، نقدروا نقولوا كل يومين غادي يكون نيطوايات باذن الله، غادي تكون القضيه سهله لنا في النيطوايات، نكراطيو الطابله ونجمعوا بالشطابه سالات الحفله، ماشي بحال الكاليبوتي، نقي الكاليبوتي، نقي الارض لتحت، نقي هذا، نقي هذا، كتكون القضيه شويه صعيبه. يعني الحمد لله والشكر لله. شويه من الماء. يعني الخوت زدنا لهم واحد شويه ديال الماء. من اليد الكره بحال الماء ما بقاش عندهم، زدتهم الماء. وهنا فين غادي نمشي نجيب الميكرو ان شاء الله. وغادي جبتو. وفين هو؟ عندك الميكرو. الميكرو كان عندي ديك الساعه. ولاني راه خش خش خش. هنا كنقول لكم الخوت كانت كتنفس القرعه من تما، كانتوما شوفوا الغبره لداخل، عرفتي كيولا داك الرمله، عرفتي ولا في شكل الغبره كتخرج منه، شوف شوف والله العظيم الا الغبره كتخرج منه. كي بحال الا تسطحن الخوت مع داك التخرشيش، بحال الا تسطحن.
راه جبنا الخوت واحد القريعات جوج اخرين صغار، هادو من الصغار ماشي الموين، ماشي ديال السيطر، جبنا واحد جوج راه ما حاطينهم مخبينهم سكور في السطح ان شاء الله، وغادي نديرو فيهم تما شويه ديال رملة البحر، وغادي نخدموهم الى كتاب ان شاء الله، الى كتاب غادي نخدموهم باذن الله. والحمد لله كيف ما كان الحال، الحمد لله نتمناو الخير والتيسير لنا ولغيرنا، الله يرحم لكم الوالدين. وهنا تحيه لخويا عمر، وتحيه لخونا جهاد وصابرينا، خونا ابو عبيد الشيوي، خونا يونس الرموك، وما نساوش خونا مصطفى الاص بالشفاء العاجل، خونا كريم كريم بوشعره بالشفاء العاجل، خونا رضوان بوشعره كذلك ومثال، وما نساوش اخوان الغياط، والله يرحم لكم الوالدين. ونتمنوا الخير والتيسير لنا ولغيرنا يا ربي امين. خونا عزيز فضلي والبطل مصطفى الفهيم ومصطفى الهواري، الناس ديال العرجات، ولالا فاطمة الزهراء، والبطل ناصر الدويله، خونا ايوب، شنو خونا ايوب، وخونا محمد، وخونا ابو عبيد الشيوي. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين. هنا يمكن الفيديو فين قرب يسالي، بقى لي واحد بقى لي 20 ثانيه ودقيقه، ياك دقيقه اللي بقى لي ولا شنو؟ بقى لي دقيقه و20 ثانيه، شنو غادي نعاود لكم؟ قالت لي فاطمة الزهراء عاود لهم قصة حياتك، والله العظيم ما لقيت ما نقولها الخوت، قالت لك عاود لهم قصة حياتك. قصة حياتي هي كيف كنت كنقول انا، كانت في ديك اللعبه ديال شد الحمام ونحلف لعباد الله، وليني داكشي الخوت راه الدوام لله، داكشي راه ما دايمش، والله العظيم ما دايم الا ندمنا عليه. وكان الحمد لله حاليا كنكفروا بعض الحوايج اللي كتبقى بيني وبين اللي خلقني من هذه المسائل اللي كنا كنديروا شحال هذه. الله يهدينا والله يهدي جميع المسلمين يا ربي امين، نتمنوا الهدايه للجميع باذن الله. هذا ما كان، والحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله. والامور الخوت لحد الساعه كيف قلنا راه الامور غاده مزيانه، والبداله غاده مزيانه، الحميمات راه بداو كي ما نقولوش كيوجدوا، انما بداو كيهيجوا، والبداله راه يوميا الخوت كيف لاحظتوا في الفيديو في الاول، عندي الريش بزايد على برا، وسيوف صغار كاينين موجودين، السيوف صغار يعني الحمام مازال كيطيح، مازال كيطيح، وهذا هو العز ديال البداله باذن الله. وان شاء الله الاخر ديال شهر 11 غادي تسالي البداله، ماشي حتى الاخر، النص ديال شهر 11 نقولوا البداله كتوقف باذن الله، نهار 20 في شهر 11 هذا ما كان. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، وتحيه للخوت والحباب في ارض الوطن وخارج الوطن، لا تقطعوا ولا تستقطع. على بركه الله، هنا كيف قلنا الخوت على بركه الله، هنا الذكوره سالوا هنا واحد الذكر قول فاطمة الزهراء وطلع لها للفوق، وديما كيقول لنا شي حمامه كتقول لنا الخوت، وكتبقى مخبيه تماك. هنا فين غادي يمشي ان شاء الله هاد الفيديو الخوت راه ما فيهش الصوت، جبت الماكله وهاد البودر الروج اللي هضرنا عليه ديجا، قلت هاد البودر الروج ما غاديش نضيعه، لان القلب اللي غادي ندير ليه غادي نجمعو الخوت، غادي نديرو في الطاسه اللي فيها الماكله اللي شيطت فيها شويه ديال الماكله، غادي نجمع هاد البودر الروج ان شاء الله كامل، ومن بعد غادي نزيد عليه شويه ديال هالماكله اللي شاطلينا، وغادي نزيد عليه شويه ديال الزيت، ماشي دابا حتى لغدا ان شاء الله، شويه ديال الزيت التوم ان شاء الله غادي نزيدها عليه، وغادي نعطيه للحمام ياكل. يعني الحمام الماكله الخوت الا بات غير نهار واحد ماشي مشكل، ماشي هي اللي بات نهار كامل ولا يومين، يعني من دابا لغدا راه ما كاملاش حتى 12 ساعه ما كاملاش، يعني الماكله ما غتوقع لها حتى شي حاجه، واخا فيها الثومه الماكله ما غتوقع لها حتى شي حاجه. صافي هنا فين الخوت حيدنا داك اللي شاطلينا، وغادي نرشوا السطح بالماء ان شاء الله، لان غادي تطلع المدام ان شاء الله، الله يجازيها بخير، غادي تسيق لنا الكولوار وغتسيق لنا الصطيح. هنا كندخلوا الحميمات ديالنا كيف قلنا الخوت، هنا كندخلوا الحميمات الذكور، صافي الله يجعل البركه، كنتمنوا فيهم الخير والتيسير لنا ولغيرنا ان شاء الله. هذا ما كان، من بعد الخوت غادي نخوي الماء الكولوار ان شاء الله، غادي نشارجيه بالماء، ماشي الله يتسلق لنا دوك البوزيقات. وهنا فين غادي نهضر على الطواب اللي ان شاء الله غادي يجي عندنا غدا كامل الصبار، وغادي نمشي نشوف بشحال غادي يتقاموا علينا هاد البلينشات، لان كاين لاطيات قال لك جديد في الجديد ماشي بحال القديم، جديد كيكون فيهم لاطيات كبار. هنا فين غادي نهضر عليهم ان شاء الله، هنا نسات فاطمة الزهراء واحد الذكر او عاد دخلاته، كيف قلنا ندخل لهم الماء، وغادي نهضر لكم على اللاطيات الخوت، بان غدا غادي نمشي نشوفهم جداد واش كاين فيهم 3 متر ولا الله اعلم بعدا، باش غادي نشوفو ان شاء الله نديرهم الطوابل فاش جينا داكشي ساهل في النيطواياج باذن الله. هنا في كنقول لكم نيت هنا كنهضر الخوت، والماكله غدا ان شاء الله راه غادي تجينا الماكله باذن الله من عند مصطفى ديال الخميسات. هذا مكان هنا بدينا كنعطيو التحيه لخويا عمر، هنا قالت لي فاطمة الزهراء الميكرو راه شاعل بالاحمر، عاد يمكن من ديك الساعه انا رديت ليه البال الخوت ياك.
يلا تحياتي لكم. سمحوا لي الخوت مشى لي داك الصوت، مشاو لي الفيديوهات فاش حيت لي يمكن هذا مشيت حطيته لي على ود الاذان مشى لي بلا صوت. غادي نركب لهم الصوت ان شاء الله نخربق، ما بقيتش عاقل شنو كنت كنقول الله اعلم. حاجه تلقائيه الخوت والله ما تلقاها بحالها، بحال مثلا حاجه طبيعيه راه ما تلقاش بحالها. يلا تحيه الخوت والحباب في ارض الوطن وخارج الوطن كاع الناس اللي كيحبونا، الله يرحم الوالدين. ونتمنوا الخوت يطلقوا السيد اللي مشاو ليه الحميمات، نتمنوا يكون شي راجل هو اللي شد الحميمات، ما يكونش مشموت، يكون راجل يشد الحمامو ويعيط لي ويقول لك هما حميمات، ولا يعيط لي وانا غادي نعطيك النمره ديالو واتصل به. راه ما جوج حميمات قال لك فيهم بيغان موف وطرطاقات زورق مع الطوبي ودفلي والله اعلم. وبالرحمه وبالرحمه الخوت والمغفره لواحد السيد سمعناه بانه توفى واش ممكن في الدار البيضاء على ما كنظن الله اعلم، طلع وكل الحمام وقال لك هبط مرض صافي هم الامانه الداده والطبيب السيد مات الله يرحمه. هذا ما كان الله يرحمه ويرحم با ويرحم امي ويرحم خوتي ويرحم جميع اموات المسلمين. تحيه لكم وتحيه لخوت والحباب في ارض الوطن وخارج الوطن، خونا سمير وخونا عمر وخونا سمير وخونا البشير وخونا جهاد وصابرين الخوت كاع اللي كيبغونا معبد الشيوي الله يرحم لكم الوالدين. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين الى فيديو قادم بحول الله. طلع لي الدم دوك العضويات الخوت الله يلا طلع لي الدم منهم لانهم مشاو لي خاويه مشاو صليو العصر. وتحياتي لكم الله يرحم الوالدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غدا ان شاء الله غادي يجي مول الطوابل، غادي نلصقوا الخوت الطويبلات بين ان شاء الله، وغادي تجينا الماكله من الخميسات باذن الله، وغادي نديروا شي لعيبات ونقدر نصاوب هذه او الثاني هيا على حسب البلاكه ديالي نعاودها نموديفيها ان شاء الله. غدا غادي نخربقوا شي شويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.